السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الغزالة ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم جيدة ان شاء الله، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم غادي نقطع لكم واحد الوصفة دي زوينة. دابا الحال سخون، وهذا الوصفة كيحبها اي صغير وكبير، كيحبها الجميع. اليوم غندير ايس كريم اللي كيجي لذيذ بزاف، كيعجي احسن من ديال المحلات وسهل، ما كنحتاجو لا ماكينه لا والو، يعني كنديروه غير في الدار. والطريقه سهله ولذيذه ومقادير بسيطه، وكيجي البنات الروعه صدقوني، كيجي احسن ديال المحلات او ديال اللي كيتباع في الزنقه. علاش ما نديروش وليدات في الدار؟ عارفين شنو كنوكلوهم، وساهل وكيقام رخيص وكيجي زوين بزاف. بلا ما نطول عليكم غنمشيو للمقادير. بسم الله غادي نبدا. عندي هنايا كريمه طاريه، هذه باش كنديرو التورتة توزيع. حنايا كنسمو حنايا شلاكزانا في ألمانيا. عندي 400 مليليتر ديال كريمة التارية، وعندي هنايا 200 مليليتر ديال الحليب المركز محلى نيسلي. يعني أي مقدار هزينا، خصنا ديما نديرو الحليب نص ديال مقدار ديال الكريمة، أي شحال ما بغينا نديرو، يعني نديرو كاس، نديرو نص كاس، ماشي الأول نعبرو يعني بالعبار. أي دينا خصنا نبدا نديرو نص كريمة، خصنا نديرو نص ديالها ديال الحليب المركز المحلى. انا غندير جوج يعني غندير واحد بشيكولا، واحد غنديرو بمانجو. نتوما لكم الاختيار، ديروا اي فاكهه بغيتو. يعني المانجو كيجي بزاف البنات، كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ. يعني انا غادي ملي غادي نخلطو غادي نقسمو، غندير جوج المقادير. عندي هنايا 400 مليلتر ديال الكريمه، وعندي هنايا 200 مليلتر ديال الحليب مركز محلى. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال عفوا كاكاو ديال اللي كنديرو في الحليب، ما درتش المره، اللي بغى يدير المره يديرها. درت شويه الشوكولا كقطعتها صغيره، كتبقى اختياري اللي ما بغاش يدير غير كاكاو. عندي هنايا واحد الكاس ديال المانجو. صافي غندوزو للطريقه، راه ساهله البنات، ما كيحتاج لا ماكينه لا والو، وساهل وكيجي كريمي وكيجي لذيذ بزاف. بقاو معايا وشوفوا الطريقه. صافي غندوزو هذيك الكريمه نطلعوها، وكندير غير حتى جوغي هذه الماكينه ديال باش كنديرو كيكه عاديه. اللي ما عندهاش تقدر دير حتى الدراب الا تقدر تطلع كريمه. هذاك الشيء اللي باش كيحتاج الكريمه نطلعوها، وهذا الشيء الاخر كلشي كنديروه باليد. الكريمه بالاحسن تكون بارده. صافي غادي نطلع هذيك الكريمه، ملي غادي تطلع معايا غادي نرجع معكم باش ما يجيلكمش الفيديو طويل. صافي البنات، ملي طلعت هذاك الكريم كتولي هكذا عاقده. دابا غادي نزيد لهاد الحليب المركز، كنزيدو كنخلط. بسم الله، مكنزيدوش فيه، مكنديروش فيه السكر، لأن هاد الحليب حلو كيحتاج نزيدو فيه السكر. بسم الله، صافي كنخلطو هكا تحت، ندخلو مزيان هداك الحليب مع هداك الكريمة، كيخدم معنا البنات حتى غير واحد 5 دقائق. صافي غير باش كنطلع هذيك الكريمه كيكون واجد، يعني ما فيه لا خدمه لا والو. يدينا مع هذيك الوقت اللي كنخليه في المجمد باش يجمد. صافي نخلطوه مزيان من تحت للفوق، ديك الكريمة تنزلناش. صافي دابا غادي نقسمو، نتوما غديرو اللي بغيتو، يعني كيبقى اختياري. بغيت نوصلكم الفكرة. هذا غادي نزيدلو هداك المانجو، هي بغيتو ديرو البنان، ديرو أي حاجة، شي فاكهة أخرى، كل واحد الدوق ديالو شنو كيعجبلو. صافي دابا غادي نخلطو هكا مزيان، غادي نخويه باش يكونش ما فيه لا ما لا والو، باش ما يضيعناش ايس كريم ديالنا. بسم الله، صافي
الماستيكه باش ما كيدخلناش مع داك الماء ديال الثلاجه. الاحسن عاد كنحطيه في الطبق صافي. كندير هكا، كندير فنجون مجمد واحد ثلاثه السوايع حتى اربعه السوايع حتى يجمد معنا، نشوفوه الجمد صافي ونخرجوه. دابا ندوزو غادي نديرو هداك ديال الشيكولا صافي. دابا غنديرو هاد الشيكولا غادي نغربلوها باش مكتبقالناش هداك الكويرات. تجينا هكا سهلة الخدمة صافي. غادي نخلصها هكدا كنديرو على حساب لو شحال بغينا ديال اللون. كنخلطو هكدا. الا بغينا تجينا داير قهويه بزاف خصنا نديرو هاديك المره باش تجينا بزاف اللون داير صافي. دابا ملي خلطنا كنزيدو هاديك الشوكولا اللي مقطعه، كتبقى اختياري، نزيدو اي حاجه بغينا نزيدوها صافي. كنخلطو هذا صافي. دابا ملي خلطنا كنكبو حتى هو في هاد البول. طريقه سهله وكيجي لذيذ بزاف. نديرو اي مذاق بغينا حنايا نديروه. ها هو البنات كملتو. غادي نديرو في المجمد اللي غادي يجمد، غادي نوريكم كيجي زوين بزاف وكريمي وساهل. راه الشطر فيه لا خدمه لا والو، وهي كيوجد صافي. دابا غنسد عليه اللي غادي يجمد، غادي نرجع معكم ان شاء الله. هو البنات الايس كريم ديالنا ملي برد كيولي كيجي. بدا معايا غير واحد ثلاثه السوايع كيجي. هذا راه خصو عاد شويه، هذا راه جمد نيشان. دابا غندوزو نديرو في الكيسان ديال التقديم. واحد الزلافه فيه شويه الماء كندير في هاد المعلقه باش كتسهل علينا الخدمه صافي. كنضغطو كنجربو. كيجي البنات راه كيجي زوين بزاف، كيجي كريمي. سمعني اللي بغات تجي لها اللون ديال الشوكولا بزاف، دير كاكاو ليمون. انا راه كنت درت الحلو ديال الحليب. غندير عاود في الماء هذا ديال المانجو. هاجي البنات راه كيجي زوين بزاف، المذاق اللي روعة. داك المانجو كيجي لذيذ بحال اللي كنشرو المحلات، أو نقولكم عاد حسن. روعة البنات. كيجي لذيذ وكيجي منعش. نزيد ديال شوية الشوكولا ملي كنخرجوه من الثلاجه، الا جانا قاسح شويه كنخليوه شويه في المطبخ باش كيدير شويه باش كيجي لنا ساهل. كيجي كريمي، يعني انا غير خرجته من الثلاجه ودرتو صافي. كيجي البنات كيجي روعه. غادي نزينو انا بشويه الشوكولاته هكا مذوبه. التزيين كيبقى على حساب كاش، على حساب الذوق كل واحدة شنو كيعجب لها. تدير شي لاصوص اخر. الشكلات كيعجب بزاف تاعي الصغار، كيعجب حتى الكبار. ها
ها هو البنات ملي درتو في الكيسان كي كيجي راه كيجي راه وعدت عليه داك الشوكولا كتجمد كتجي مقرمشه. غادي ندوق كيجي بسم الله كيجي روعة البنات، كيجي كريمي وهاديك الشوكولات اللي درت فوق، يعني درت انا الشوكولا العادية ماشي لاصوص الشوكولا، كيجي مقرمشة مع داك ايس كريم دار كريمي. روعة البنات، خصكم تجربوه راه يعجبكم بزاف. ملي تجربوه ديروا لوليداتكم والاسرة ديالكم، وهكا للضياف اللي عندكم بحال الديسير. ها كيجي روعة البنات، روعة روعة، خصكم تجربوه. ما تنساوش تضغطوا على زر الاحمر تابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجوا مع الاصدقاء اللي حابين تعمل فائدة. وشكرا بزاف على المشاهدة ديالكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.